افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز المؤتمر الدولي الأسرة والوئام المجتمعي الذي نظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني تحت شعار هوية أردنية رؤية عالمية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. جملة من المحاور الأساسية والتحديات التي تواجه مجتمعنا العربي بشكل عام ومجتمعنا الأردني بصورة خاصة، إضافة إلى التعريف بدور المؤسسات القائمة في تعزيز الروابط بين أفراد الأسر، كانت مدار نقاش هام جرى على يومين بين المشاركين في مؤتمر الأسرة والوئام المجتمعي الذي عقد بعمان برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل، وبحضور الأب نبيل حداد رئيس مركز التعايش الديني، والمطران خريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان وتوابعها، والمطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، والمطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس، والمطران منيب يونان مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأراضي المقدسة والأردن، والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن، وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي وممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة من الأردن والدول العربية والأجنبية، وجمع كبير من المدعوين. ويهدف المؤتمر الذي جاءت فكرة إعداده منذ سنتين إلى تبادل الخبرات الأردنية والعربية والدولية في مجالات تعزيز تكوين الأسرة والعلاقات الأسرية من خلال أوراق علمية متعددة الرؤى والتطلعات تسلط الضوء على مهام المؤسسات في تعزيز دور الأسرة والقيم والعلاقات الأسرية، الأمر الذي يسهم بتحقيق التنمية البشرية وتطوير المجتمعات. وقال وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل في كلمة الافتتاح: إن الأسرة هي أقوى قلعة حصينة تقف في وجه التحديات التي تستهدف مجتمعنا العربي اليوم، مؤكداً أن الأسرة هي ملاذنا وهي التي تشكل اللبنة الأساسية لبناء مجتمعنا ودولتنا الوطنية. أيها الحفل الكريم، إن مما يذكره أهل اللغة أن الأسرة في أجلى معانيها وأوضح صورها تطلق على الدرع الحصينة لتقول لنا إن أقوى قلعة حصينة وآخر قلعة حصينة تقف في وجه الأعاصير المعاصرة التي تستهدف مجتمعنا العربي اليوم، إنما تتمثل بهذه الأسرة التي هي ملاذنا وهي التي تشكل اللبنة الأساسية لبناء مجتمعنا ودولتنا الوطنية. فالمجتمع القوي، وأقول إن مجتمعنا الأردني القوي المتماسك إنما هو نتيجة لتماسك أسرتنا لغاية الآن، وأسأل الله أن تبقى متماسكة وقوية بجهودكم وخططكم الناجحة. من جهته قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالوكالة محمد مقدادي: إن الحركات المتطرفة والفكر المنحرف والجريمة والعديد من المشاكل الاجتماعية التي أصبحت تطفو على السطح كالطلاق والعنف الأسري والمجتمعي ما هو إلا دليل على تراجع دور الأسرة في تنشئة أفرادها على حب الفضيلة وكرم الأخلاق واحترام الآخرين. معالي مندوب راعي الحفل، الحضور الكرام، تتعرض أسرنا اليوم لتيار عنيف من التغييرات والتحديثات التي أثرت إيجاباً وفي بعض الأحيان سلباً على قدرة الأسرة لتحقيق الغاية التي قامت لأجلها. فالحركات المتطرفة والفكر المنحرف والجريمة والعديد من المشاكل الاجتماعية التي أصبحت تطفو على السطح كالطلاق والعنف الأسري والمجتمعي والفساد ما هي إلا دليل على تراجع دور الأسرة وأهمها دورها في تنشئة أفرادها على حب الفضيلة وكرم الأخلاق
والبعد عن الرذيلة واحترام الآخرين وحب النظام ووجوب احترامه وغرس الوازع الديني والوطني في نفوس أفرادها والأمن الفكري ونزع التطرف والانحراف من أفئدتهم. وقال مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد: إننا نطمح أن يؤسس المؤتمر لحلول عملية وعلمية لافتاً إلى أن الوئام المجتمعي لا يمكن تحقيقه دون الوئام داخل الأسرة الواحدة التي تستند في منطقتنا إلى قيمنا الروحية والاجتماعية وموروثنا الثقافي. نحن بدأنا نرى تراجعاً لأهمية الأسرة وتراجعاً في العناية بالأسرة، صرنا نشوف تركيز على الأفراد، حقوق الفرد، حقوق الإنسان، التحدث عن حرية المرأة، المساواة، الطفل، كبار السن، كل هذا مطلوب ومهم ومبارك، ولكن بدأنا ننسى أهمية الأسرة. في الأسرة الطيبة الواحدة التي يسود فيها الحب والفرح والخير والجمال، هذا شيء بالتأكيد يكون أفضل علاج لما نعانيه اليوم من عنف في الأسرة، من عنف في المجتمع، من تطرف، من كراهية، بل من إرهاب. ولاحظ حولنا ستجد بأن من عمل على نفسه وتعب من خلال أسرته يكون عضواً مؤثراً خيراً بانياً في مجتمعه كما هو في أسرته. نحن كمسيحيين نعمل مع إخوتنا المسلمين في مواجهة هذا التحدي الذي نأمل أن في نهاية هذا المؤتمر أن نصل إلى توصيات وإلى مقترحات ستكون إن شاء الله عملية وبناءة.